او للنظام الحالي، و يعني عايزين نتكلم شويه في مجمل هذه السياسات وما معناها ورايحه بينا فين وتاثيرها علينا هيبقى عامل ازاي، وبرضو علاقتها بما يسمى بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي او القمه الاقتصاديه في شرم الشيخ، في المفروض انها من 13 ل 15 3 الشهر ده. قبل ما نحاول نعمل مدخل صغير، بنرحب برضو بضيوفنا الخبير المصرفي والاقتصادي الاستاذ شريف مسعود، والصحفي والخبير الاقتصادي. مش خبير؟ انا عارف ان انت عندك حساسيه من الكلمه. الصحفي الاقتصادي الاستاذ وائل جمال. هو في الحقيقه مبدئيا من يوم لما مسك عبد الفتاح السيسي ودخل الاتحاديه، وهو كل يوم بيفاجئنا بحزمه تشريعات جديده وبترسانه تشريعات جديده، سواء في مجال الحقوق والحريات او في اي مجال اخر، ولكن خاصه في المجال الاقتصادي او في اجراءات اقتصاديه جديده. يعني بدات بحفر قناه ما يسمى بقناه السويس الجديده او المجرى الاضافيه لقناه السويس كاجراء المفروض انه يتقال لنا ان هو هيدير علينا اموال طائله، واستكملها بقى بتشريعاته اللي هي من ضمنها الحد الاقصى للاجور اللي هو مش عارف يطبقه. بالمناسبه كل يوم في ناس بتاخد حكم من القضاء الاداري ان هذا الحد الاقصى لا ينطبق عليها، سواء كانت المصريه للاتصالات او مجموعه من البنوك، والحد الادنى اللي مش مفعل ومش عارف يفعله وهو مش حد ادنى حقيقي، وصولا بقى الى ما نتطلع اليه في الحقيقه بشكل سلبي شويه اللي هو قانون الاستثمار الموحد الجديد، ممكن يكون البعض اطلع عليه. في الحقيقه الناس يعني من واقع الملاحظات كده انقسمت الى ثلاث فرق. في فريق شايف ان لا، دي اجراءات ضروريه واصلاحات هيكليه ضروريه علشان خاطر ننتشل الاقتصاد المصري من التشويه على حد قولهم اللي تعرض له في 30 سنه بتوع مبارك، وما بيتكلموا تحديدا على الدعم وان ده شوه الاسعار وشوه السوق والى اخره. وفي فريق اخر على النقيض التام بيشوف ان دي سياسات افقار، وان في سبل اخرى اكثر جدوى لتمويل عجز الموازنه ولا ايجاد سيوله للانفاق الحكومي، وان ده في الاخر نصب على الشعب، وحاجه زي رفع الدعم. طبعا رفع الدعم على البنزين اللي السوق في تقديري لم تمتصها حتى الان، وزياده الضريبه على السجاير. ده فريق. وفي فريق واقف في النص بيقول هي اجراءات ضروريه ولكن مش دلوقتي، والحكومه في اولوياتها الاقتصاديه مش واضحه. ولكن في الحقيقه انا مش عايز اطول، انا عايز ادي كلمه للضيوف يدونا شويه مبدئيا تصور عن مجمل هذه السياسات هتودينا فين. بعض الناس بتقول ان دي هتبقى شكل نيوليبرالي اكثر شراسه واكثر قسوه من ايام جمال مبارك وعصابته. فمجمل السياسات دي مبدئيا هتودينا لفين، وبعد كده نشوف بقى، والاجراءات نشوف بقى مؤتمر شرم الشيخ ده هو يقدر يعمل ايه. يعني انا لسه في الراديو بسمع النهارده واحده مذيعه بتقول ده بالنص الفلوس ستتدفق علينا انهارا، والمشاريع مش عارف جايه في كل حته، بس احنا لازم الشرط الوحيد لازم يبقى، قالت كده، الشرط الوحيد لازم يبقى وشنا بشوش والله، ونضحك في وش الناس لما يجوا عشان ما يمشوش تاني. زي مصر قريبه كده. وضيفنا الثالث وصل للتو الباحث والخبير الاقتصادي الاستاذ عمرو عدلي. فانا بس يا عمرو يعني قدمت شويه فكره ان ايه السياسات الاقتصاديه الموجوده، قرايتها الحاليه والاجراءات الاقتصاديه اللي اتخذت وممكن تودينا فين، وعلاقه ده بقى بمؤتمر شرم الشيخ، ومؤتمر شرم الشيخ ده ممكن نطلع منه بايه. فاحب ابدا باستاذنا الخبير المصرفي الاستاذ شريف مسعود. بلاش المصرفي، مفيش، ما عندناش خبراء، عندنا باحث اقتصادي وعندنا صحفي اقتصادي وعندنا مصرفي. اتفضل يا استاذ شريف. مساء الخير. في الاول انا هاخد كلمه كده قالت انه في ناس بتقول انه دي سياسات بنصلح. ميكروفون. ان دي سياسه
تاني حاضر. ان دي سياسات ان كويس كده ان دي سياسات بتصلح او بتحاول تصلح اللي بتتقدم للشعب انها بتحاول تصلح العك اللي عمله حسني مبارك في الثلاثين سنة. الحقيقة مش لاقي اي تناقض بين السياسات اللي موجودة النهاردة وسياسات حسني مبارك، يعني مفيش اي حاجة بينهم بتقول في اي اختلاف حصل. ولو حضراتكم كده تبصوا على ايه الكلام اللي بيتقال في الاعلام وايه الوزراء بيتكلموا ازاي على المؤتمر بتاع شرم الشيخ وبيتكلموا على مشروعات ايه اللي هيكلموها. انا الحقيقة امبارح مثلا فوجئت ان وزير الاسكان بيقول احنا هنعرض على المستثمرين اعلى برج في القاهرة. كويس؟ اعلى برج ده دبي تعمله، يعني ما احنا عندنا الهرم، دبي ما عندهاش حاجة تعملها، لازم تعمل اعلى برج عشان حد يروح لها. انما لو انت عندك بلد هنعمل نفس الغلطات، اعلى برج، طب هنعمل ايه في الصناعة؟ هنعمل ايه في الزراعة؟ هنعمل ايه في الرجلين بتوع الاقتصاد الاساسية؟ فده منطق يوريك التفكير، يعني ده مثل عايزين نعمل اعلى برج. الراجل بتاع الري بيقول ايه؟ احنا عايزين نعمل تلفريك في القناطر. يعني كلام حقيقة يوضح انه ما فيش حاجة خالص. دي ناس بتقول كلام للاستهلاك، وفكرة انه انت سمعته في الراديو انه الفلوس هتيجي انهار، هتيجي شوية فلوس بس كويس قوي، والانهار دي هتصب فين؟ الخزان يعني، الخزان ده عند مين في الاخر؟ يعني لما تصب شوية انهار، حتى لو هتصب الانهار، يعني السيسي مثلا كان بيقول انه هو الخطة بتاعته انه هو عايز 100 مليار وهو جاي. طبعا ال 100 مليار بعد اسعار الدولار والبترول وي ما بقاش في 100 مليار. ومنتهى حلم الحكومه ان هو يقولوا ان احنا هنتكلم على 10 15 مليار دولار مع الناس اللي جايين دول، وما فيش حد هيحط الفلوس دي بالمناسبه، يعني ما حدش هيحط هذا الحجم علشان نقعد 3 ايام من غير مجموعه كبيره جدا من الاجراءات على الارض لازم تكون معموله. وهم متخيلين الاجراءات دي حاجه زي مثلا ايه؟ والله الانتخابات البرلمانيه دي مهمه جدا،